كان العالم بالنسبه لهم كابتن جوهر. انت هقطع عليكم الكلام بقى عشان خلاص ضيفي وصل. ضيفك مين؟ مكالمه مهمه جدا من نجم نادي الزمالك. ايوه وهحكي له طبعا اللي حصل. وملك النص كابتن فاروق جعفر برحب بحضرتك. اهلا بيك. كله زي الفل. انا وانتم طيبين. انت طيب يا كابتن. ابو طارق فاروق. كان طيب يا كابتن. شريف. لا كابتن احنا لسه بنتكلم بنقول الكرة. لا ما تسيبني انا اقول عشان يمكن انت ما تقولش الكلام كله. بتقولوا ايه؟ الكابتن شريف من شويه بنحكي كده الذكريات واهلي وزمالك والجيل القديم. قال لك بقى الكل كوم وعربيه الكابتن فاروق وهي داخله الوحيد اللي بيدخل بعربيه اتحاد الكوره. والجوابات محطوطه على التابلو. مش هنسى المشهد ده. كانت عربيه اورنج. كانت اورنج صح. كامارو صح. كان في حد راكب. كنا نعرف يعني ايه كامارو ايامها. ازيك يا شيري؟ ازيك يا رب حبيبي؟ لسه بكلمهم عنك وعن قيادتك للمنتخبات. حضرتك طيب وتقول للمدربين ما بمسكش. حضرتك جت بالخير. قلنا لازم حضرتك تبقى موجود معانا. ربنا يخليك. وبيتكلموا على حضرتك للاعب كبير وازاي الحب والموده ما بينكم وما بين بعض زمانك كابتن فاروق. والله بس انا عايز اقول حاجه. احنا كنا زمان ما نعرفش يعني الفرق بين الاهلي والزمالك. احنا نعرف ان احنا كلنا اصحاب وكلنا حبايب وكلنا بنخاف على بعض وكلنا بنحترم بعض. ده كان العلاقه اللي بالاهلي والزمالك. المنافسه في الملعب ده موضوع ثاني، لكن في الملعب انا عمري ما شفت حد بيأذي الثاني في الملعب. او يعني كنا بنراعي شعور بعض بطريقه غير طبيعيه يعني صراحه يعني. فاتمنى كمان ان شاء الله يبقى ده موجود مع الفرق اللي موجوده، الاهلي والزمالك مع المنتخب. يعني الحاجات دي كلها يعني احنا ما طبعا ما يعني في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها بشكل كبير جدا ان اهم حاجه تلاقي اللعيبه خايفه على بعض، وده اللي بيديك بقى الاحساس ان انتوا ان احنا فرقه. يعني مش فرقه يعني احنا مثلا 20 ولا 25 لعيب كل واحد بيفكر بطريقته. كنا زمان كلنا بنفكر ان احنا نمتع الجماهير، ان احنا ما يبقاش حد خارج من الملعب مصاب، ما يبقاش حد خارج من الملعب زعلان او يعني منطوي او لا. احنا كلنا كنا المكسب او الكوره مكسب وخساره، اللي بيكسب واللي بيأدي بشكل افضل هو اللي بيبقى يكسب. لكن واحنا خارجين بنخرج كلنا يعني مع بعض من ملعب، مفيش مشاكل مفيش. وده اللي نتمناه ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله، والسنه دي والسنه الجايه ان شاء الله، او بدايه الدوري ان شاء الله. وانا شايف اللعيبه كلها الفتره اللي فاتت دي انا شايف حاله من الاستقرار الفني والذهني والادبي بين اللعيبه في مستوى الدوري كله. كل اللعيبه دلوقتي فعلا بتخاف على بعض. كابتن شريف عايز يقول لحضرتك حاجه. كابتن فاروق اتفضل. لا والله انا كنت بتكلم عليك قد ايه انت وكابتن حسن وكابتن طه بسر الله يرحمه وكابتن علي خليل. كنت تحتضني وانا صغير اخش جامد عليك تقول لي ولا يهمك برافو. بتشجعني وانا في الماتش. الحقيقه ده من الصفات كانت الممتازه جوه الملعب. وكنا بنهزر طبعا ونقول لما كنا في المنتخب ويجي بونجاك يقول لك امسك فاروق فلان تقول له نو 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 مستر بونجاك، فاروق جعفر مش امسك، فاروق جعفر يلعب حر. انت ايه عارف كده ولا مش عارف مستر بونجاك؟ على فكره كان من اللعيبه كويسه جدا جدا يعني. ربنا يخليك. وكان لعيب. ويعني اولا شريف كان فيه ميزه بقى يعني على قد ما هو فيلن وشكله وكده، بس كان مؤدب وكان محترم يعني النوع اللي بيحترم اللعيبه الكبيره. ودي كانت تتحسب لشريف يعني. كنا الله يخليك. يعني من اللعيبة ما بتحسش ان شريف ده عنده يعني، او كلنا عموما ما كانش عندنا حاجه اسمها انتماء اهلي وزمالك، مفيش الكلام ده خالص. احنا كلنا ما بنقعد في المنتخب، احنا انتمائنا لمصر، الاهلي والزمالك. اللي كويس يكسب نلعب عشان مكسب. كناش نقول منافس، ما نقولش ما هنلعب ضد بعض. الكلمه دي ما كانتش بتتقال على فكره. وده ترجع لكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، كانش يقول لما دايما لما نيجي نقول ايه ده هنلعب ضد كذا، يقول لي ما تقولش ضد دي خالص. لا، في حاجه اسمها منافسه، هننافس يعني هنلعب مباراه فيها منافسه. فالحاجات دي بتربي اجيال. وانا شايف يعني انا يعني برضك انا برضك بشيد ربيع، وخصوصا في مباراه اعتزالي يعني ربيع يوم مباراه اعتزالي ما لعبت شويه بتاع ثلث ساعه دي، انا فوجئت ان مجلس اداره النادي عايزني اقعد العب، ان كان ربيع كل كرة بياخدها يديها لي. فقعدت بقى بشياطتي في الملعب وكنا بنلعب التنس. فانا بقى الكوره ماشيه معايا ومش عارف بعمل ايه. انت كنت لعيب كبير. هو عايز يقول لك حاجه الكابتن ربيع. اتفضل يا كابتن ربيع. لا كابتن فاروق لعيب كبير جدا ونجم ومدرب طبعا كبير، وبقى على الرغم ان هو بص نجم كبير، انما كان في الدورات خف الدم وضحك
ولذيذ وتشوفه حاجه بيعمل جو غير عادي ومحبوب من الجميع. خليك معايا يا كابتن فاروق، في حلقه من الحلقات كنت موجود هنا، واحده من افضل الحلقات، وهو بيتكلم على التاريخ والناس زمان. انا كنت قاعد مبهور وهو بيتكلم على النادي الاهلي واجيال ونادي الزمالك ويدي زمايله حقهم وبيدي الاهلي حاجه بصراحه. كابتن فاروق مش شخصيه الاهلي، انا بحبك يا كابتن فاروق والله. النجوم بتاعه بيحبوه جدا ويموتوا فيه، وتشوف بيبدع ويقعدوا بقى يعني. اتفضل يا كابتن فاروق. يعني انا طبعا انا عايز بس اقول حاجه، يعني اتفضل. احنا الكره ليها شعارين، هو شعار الاهلي والزمالك، ودايما طول ما الاهلي والزمالك بيأدوا بشكل كويس، الاهلي والزمالك بيخافوا على بعض. يعني هو برضك انا عايز اقول الاهلي والزمالك لازم الجماهير تبقى بتتحد مع بعض، عشان ده بيرجع للمنتخب. الاهلي والزمالك اللعيبه بتتحد مع بعض يرجع للمنتخب، الاعلام الاهلي والزمالك ما يتحد مع بعض يرجع للمنتخب. ده اللي الواحد نفسه يشوفه، يعني ما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك. انا عمري ما فكرت ان انا مثلا هلعب مباراه اهلي وزمالك. احنا ناسين بنلعب شغلنا واكل عيشنا، لكن في نفس التوقيت بنمتع بعض وما نخسرش بعض. انا شايف النادي الاهلي يعني في الفتره اللي فاتت دي بيقدم بشكل جيد جدا. لو كان بيقدم ناحيه فنيه بشكل جيد، ناحيه اخلاقيه بشكل جيد، فالانضباط والالتزام ده بينعكس على كل لعيبه النادي الاهلي. احنا شايفين النادي الاهلي السنه اللي فاتت دوري وكاس وكل الناس عندها قناعه ان الفرقه دي هي اللي هتستحق الدوري والكاس، طالما في الحب بين اللعيبه، ان اللعيبه عندها ولاء للفانيلا، اللعيب كل واحد ودي حاجه كويسه جدا، هو يتباهى يقول انا بلعب في النادي الاهلي وبلعب في نادي الزمالك، دي حاجه كويسه. النادي الاهلي هو اللي عمل لعيبه، اللعيبه بتخدم النادي، لكن شعار النادي الاهلي وشعار نادي الزمالك هو اللي بيعمل لعيبه. صح. فدي عايزين تبقى هي دي المدرسه اللي موجوده في الكره المصريه، والولاد الصغيرين انتمائهم للانديه هو اللي هيخلي عندهم انتماء للبلد. وانا ان شاء الله في الفتره اللي جايه كده يعني اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يعتمد بشكل كبير جدا على ولاده وعلى مدربينه. واحنا شفنا حسام السنه دي، يعني طبعا تحيه لحسام البدري والجهاز الفني بتاعه على اداء، وسيد عبد الحفيظ على اداء المشرف والانضباط والالتزام، حتى لو في اي حاجه، لكن دول ولاد النادي عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي، واحنا كمان في نادي الزمالك نعرف قد ايه قيمه نادي الزمالك، وان نادي الزمالك ده هو ليه الفضل الاول والاخير على كل اللعيبه اللي موجوده وعلى كل المدربين اللي موجوده وعلى كل اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين. نادي الزمالك والنادي الاهلي دول اسمين كبار، يعني رئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك هما ما يقلوش عن رئيس اكبر مؤسسه موجوده في البلد. فانا يعني اتمنى ان يكون ده شعور اللعيبه وده انتماء اللعيبه وده ولاء للعيبه للانديه بتاعتهم اللي هي صنعتهم ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كابتن فاروق لازم استغل وجود حضرتك معانا، متفائل بكره ان شاء الله لمنتخبنا القومي؟ هو طبعا انا متفائل ولكن بحذر، يعني لازم الحذر يكون موجود. يعني انا عايز اقول الكوره يعني انت معاك يعني كابتن ربيع راجل مدرب محترم، وانت راجل اعلامي ولعيب كوره كويس جدا، ومعاك شريف عبد المنعم كان لعيب كوره كبير جدا. الكوره ما بتعرفش غير الملعب. الكلام والتحضير قبل المباراه ده موضوع، عشان تحس ان انت بتعمل شيء وان انت عايز تبقى منتج في الملعب، هو الاداء 90 دقيقه او ال 100 دقيقه اللي بيبقوا موجودين في الملعب، الانضباط والالتزام، وان انت تكون تقول للمدرب النواحي الذهنيه، النواحي التكتيكيه، طريقه الاداء، التشكيل اللي هيلعب بيه، دي العناصر اللي هتخرجك بكره ان انت تبقى مطمن. احنا عندنا بكره هدف، وانت ما تكون شايف الهدف قدامك تقدر تحققه. عندنا مباراه بكره بشكل كبير جدا، انا مش عايز اقول مصيريه عشان ما يبقاش ضغط على اللعيب. المباراه دي مهمه جدا بالنسبه لنا، ان الثلاثه بونت دولت هيخلوك تعدي بطريقه كبيره جدا توصل لتسعه بونت. يبقى انت هتلعب مباراه العوده مستريح تقدر تنجح فيها. فانا بقول ان شاء الله يبقى لازم التفاؤل موجود، ولكن التفاؤل بحذر، التفاؤل بانضباط بالتزام، ان انت عايز يبقى اللعيبه كلها متفقه مع المدرب عايز ايه من المباراه، وده المهم. يعني ما تبقاش انت نازل ومش عارف عايز ايه من المباراه، لا لازم كلنا متفقين احنا عايزين ايه من المباراه. نمره واحد عايزين ندافع بشكل جيد، عايزين حارس مرمى يسوق المباراه بشكل جيد جدا، ايقاع الاداء في نص الملعب يبقى بشكل جيد، استغلال الكرات المرتده، واحنا عندنا لعيبه على مستوى عالمي يستغلوا، وازاي يبقى في انسجام بين محمد صلاح وصانع الالعاب اللي تحتيه، ان محمد صلاح محتاج دايما صانع العاب، ويمكن كل الناس متفقه على كده. فانا اتمنى ان شاء الله بكره ان شاء الله اللعيبه ما تبقاش مستعجله، مثلا اللعيبه تحافظ ان نمره واحد ما يجيش فيها هدف،
حافظ ان هم يبقى مستقرين يبقى مقنعين للجماهير. وانت اهم حاجه ان انت لما تيجي تلعب تبقى مقنع للجماهير عشان الجماهير تقعد تتفرج ما تقعدش تشجع. كابتن فاروق خليني اقول لحضرتك احنا مبسوطين جدا اللي كنت معانا النهارده. حضرتك نجم كبير في عالم كره القدم، واحد من افضل الناس في مصر بتتكلم في الكوره. شرفتني ونورتني النهارده كابتن فاروق. ليكوا بالتوفيق ان شاء الله. طيبين انت؟ طيب كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. بشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير برضو لما بيتكلم بي 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 بتلاقي الحلقه بيبقى فيها قيمه اكبر، ومفيش حاجه اسمها خلاص احنا مصر النهارده. ولخص عندك اللي قاله، قال لك عايزين اسيست مع محمد صلاح بكره.